بجروح في قصف صاروخي على قاعدة زيكيم العسكرية قرب عسقلان شمال قطاع غزة، واعتبرت إصابات عدد من الجنود خطرة ومتوسطة، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في عسقلان وبئر السبع. وقد تبنت العملية في بيان مشترك كل من سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ردا على ما قالتا إنه استهداف للأطفال في غزة والضفة الغربية. من جهته قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الهجوم يقرب ساعة الصفر لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، ولم يستبعد المصدر قيام الجيش بعمليات توغل أوسع ولمدة أطول في القطاع. سياسيا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على تشكيل مجموعتي عمل إسرائيلية فلسطينية تبدأان عملهما فورا للتحضير لبناء اتفاق بشأن قضايا الحل النهائي للوصول إلى حل الدولتين قبيل المؤتمر الدولي. وكان صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية قد أكد أن أولمرت وعد عباس بالإفراج عن عدد من الأسرى خلال الأيام القادمة وبحل قضية المبعدين من كنيسة المهد إلى قطاع غزة ودراسة رفع بعض الحواجز. اجتماع آخر ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود